ما شاء الله مشهد رائع، أولياء الأمور يتوافدون إلى المدرسة للاطمئنان على أبنائهم وتخصيص يوم لمتابعة أولياء الأمور مستوى أبنائهم أخلاقيا سلوكيا مستوى الدراسي، كل هذا مما يعطي فرصة لتوسيع دائرة التواصل بين الآباء وبين المدرسة. أفكار جميلة ورائعة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح ولتطور مستويات الطلاب وتقدمهم سلوكيا ومعرفيا، والحمد لله.